القصة تاع اليوم تقول: أنا بنت نسكن في الحراش، كنت نخدم في حانوت فيه زوج بنات وثلاث أولاد. دخلت نخدم وتعرفت على واحد اسمه عمر، شفته مع الأول ما كانش يعجبني، يعني ماشي جونغ ديالي. روح يا زمان وروح يا زمان، ولينا بزاف بروش لبعضانا. واحد النهار ضربنا على حاجة والو، وهو كان طبيعته شغل يدير النيف بزاف، وأنا والله ما نخليه في قلبي، ما نشدش الحقد كما يقولوا. المهم وليت نروح نهضر معاه ويقول لي ما رانيش حاب نهضر، وأنا والفته بزاف. حتى وين الطفلة اللي كانت تخدم معانا كانت تجي لها فاميلتها وكانت تحب تهضر معاه، وانا قلبي كان يتقطع بلا سبة، يعني ما كنت معاه ما والو، وهكاك ونغير عليه. حتى واحد النهار خممت باش نحبس الخدمة وما روحش نخدم نهار كامل، مراها حكمت وقلت له واش انت علاشك داير النيف عليا وهي تهضر معاها، وين تعرفها هادي ديجا؟ وبديت نعيط معاه هو يدير لي يدو في فمي ويسكت فيا ويقول لي الناس في الحانوت. المهم كيما كان الحال عيط له وهدرنا، نشفى تلت سوايع جلست قسرة طويلة باسكو كان عندي شحال ما هدرتش معاه. من هذاك النهار بدات العلاقة ديالنا، كل يوم نحب فيه ونزيد، حتى هو تاني كان يعيط لي ويسقسي عليا، مام في الخدمة كنا فور. واحد النهار كنت مقلقة وداوست معاه مول الحانوت وحبست الخدمة، وهو بقى يخدم مي ما قدرش يكمل، قال لي كنت ندخل نخدم كي كنت انتي تقابليني ودوكا شكون نلقى. زدت ايامات وخرجت نحوس على خدمة ولقيت خدمة في حومتو. ابري ولينا كل يوم كيف كيف باسكو الخدمة في حومتو، هو كان يقرا ويخدم يعني لقى خدمة واحدة اخرى. المهم جازوا ايامات وشهور، واحد النهار قلت له احنا كيفاش ما نديروش هدف العلاقة هذه؟ قال لي اوكي نهضر مع يما. كيما كان الحال هضر معاها بصح هي ما حبتش، قالت له راك على هذيك الكحلوشه، علما اني والله غير مقبوله الشكل الحمد لله. انا سمعتها باسكو كان داير كيتمان وهي ما على بالهاش باللي راني نسمع فيها. انا تما كوبيت وهو زعف على يماه وقالها غير اي مهما والو حتى لافاك وسمح فيها. كان في عمره 26 سنه هذاك الوقت. جازوا ايامات وقنع يماه، ومن الفرحه انا حطيت معاه النص ورحنا شرينا خاتم تاع الشوفه، وانا ميته بالفرحه، انسان اللي تمنيته راح يولي راجلي، وللعلم هو كان طويل وسمر شباب من الاخر. المهم غدوه من داك جاب باباه وجا لدارنا، يعني راحوا القهوه مع بابا تاع الحومه، وانا في اعلى قمم السعاده بعد ما بابا قالوا هاي لك كونك راجل برك. جاز شهر موراها الحاله تبدلت، هو كان يغير بزاف، ما كانش كامل يخليني نخرج غير للخدمه. واحد النهار رحت نشري فطور وما قلتلوش، جا للحانوت لقاه مغلوق. كي وليت دخل مورايا وقال لي وين كنتي؟ قلت له هايليك صاشي مازالها في يدي، خرجت نشري فطور، رفد يده وضربني وساح لي الدم، وانا بديت نعيط ويقول لي خلاص سمحي لي تعيشي وانا ما حبيتش. هذيك لابريسيون كامل اللي كانت فيا خرجتها فيه، قال لي وليتي جايحه. قلت له مالا تكمل مع واحد